بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في المحاضره ال 12 شابتر البروكيورمنت مانجمنت، اداره مشتريات او العقود. الشابتر هناخد فيه انترودكشن في البدايه، وبعد كده هنبدا في البروسيسز اللي عندنا. عندنا اربعه بروسيسز: بلان بروكيورمنت مانجمنت زي ما اتعودنا في اول نوليدج، في اي نوليدج اريا في اولها بيكون فيه ان احنا بنعمل مانجمنت بلان خاصه بالنوليدج اريا دي، وبعد كده الكوندكت بروكيورمنت ازاي اعمل المشتريات نفسها، وكنترول بروكيورمنت المراقبه، وكلوز بروكيورمنت انهائها في النهايه. زي ما اتفقنا قبل ما نبدا في البروسيسز دي هناخد شويه تعريفات في المحاضره دي. الجزء الاول سنترلايزد كونتراكتنج ودي سنترلايزد كونتراكتنج. في الشركات ممكن يبقى عندي ديبارتمنت خاص ب العقود، وده بسميه centralized contracting، ان في قسم في الشركه مش بس في المشاريع، لا في الشركه كمان في قسم هو ده اللي بيجري موضوع التعاقدات وبيدي اي فتاوى تعاقديه او ارشادات تعاقديه او اداره عقود. القسم ده له مزايا وله عيوب. المزايا بتاعته ان انا يعني بربي الناس جوه القسم وجوه الشركه، فبالتالي بيفضلوا موجودين عندي وبيتعلموا من مشروع لمشروع، وبيبقى قدامهم المسار واضح كده ان هو هيترقوا وهيفضلوا جوه القسم ده باستمرار. اما العيوب ان مدير المشروع بيبقى صعب ان هو يوصل لهم بصوره متكرره خلال فتره المشروع، يعني بيبقى الموضوع بقى عن طريق المراسلات مش زي لو كانوا قاعدين معاه في نفس المشروع. بالنسبه للديسنترلايزد كونتراكتنج بيبقى العكس، ان الناس بتوع العقود موجودين في المشاريع، ما لهمش بيت او قسم ديبارتمنت جوه الشركه بيرجعوا له، فبالتالي بتبقى ميزه طبعا لمدير المشروع، اي حاجه بيحتاجها الراجل جنبه بتاع العقود بيساله يقول له اعمل كذا، ظبط لي حاجه معينه، افهم لي حاجه في العقد وهكذا. العيب طبعا الرئيسي ان انا ما باخدش الخبرات دي عندي في الشركه، لان اول ما بيخلص المشروع بعمل ريليز للناس، يعني بعمل لهم فايرنج او بتخلى عنهم، فبالتالي ما بيفضلوش في الشركه. طب الخبره اللي اكتسبوها في المشروع دي ضاعت مني كمنظمه او كمؤسسه. الديسادفانتج الثانيه اللي هي ممكن نقول على مستوى الافراد نفسهم، ان هم عارفين ان هم هيمشوا بعد شويه، فما بيبقاش مهتم قوي بالشركه وبالكيان، والموضوع مش واضح قدامه ان هو بعد ما يخلص المشروع ده هيروح فين، فيعني بيبقى الاداء بتاعه ممكن يكون ضعيف بيأثر لي بالسلب على المشروع بتاعي. بعض الملاحظات هنا، السيلر مقصود بيه المقاول او الفندر او اي شخص هيعمل لي حاجه، سواء هيورد بس او هيعمل اعمال لها سكوب اوف ورك معين خاصه بدرونز او كده زي المقاول، ده كل ده بسميه سيلر. السيلر طبعا هو طرف خارجي عن البروجكت تيم، والطرف الخارجي دوت يعني محتاج ان يبقى بيني وبينه عقد، وبالتالي طالما في عقد لازم الامور بيني وبينه تبقى فورمال، عشان لما يحصل اي مشكله او خلاف ما بيني وما بينه اقول له لا احنا كنت راسلتك بالخطاب الرسمي اللي بيقول كذا كذا. Contract should help diminish project risk. لابد ان انا ادرس المخاطر قبل العقد. طبعا عشان معظمنا شغال مقاولات او استشارات، فبيبقى متخيل العكس، لما العقد يجي نبقى نبص على المشروع والمخاطر بتاعته ايه. لا احنا بنبص بنظرة مدير المشروع للمالك. مدير المشروع للمالك بيبقى موجود قبل ما بيحصل بيدنج، لسه ما بدأناش نفكر مين هو المقاول، احنا بس بندرس المخاطر بتاعت المشروع من وجهة نظر المالك، فحطينا مخاطر معينة ان في جزء معين احنا مش هنعرف ننفذه كمنظمة، طيب عايزين نجيب مقاول، بدأنا نقول يلا نعمل بيدنج ويلا يبقى في عطا يعني، ويبقى في مقاول احد المقاولين هو اللي هيجي ينفذ الجزء ده، فبالتالي ببدأ احط جوه شروط العقد الريسكات او المخاطر اللي انا خايف منها اصدرها له في بنود العقد، وهو بيقرا الكلام ده وبيعرف قيمته، وهو لو عنده خبره هيتعامل معاه وبيحط مبالغ مثلا ريزيرف، يعني ما بقاش قلقان عليه، يعني ده حاجه ما حدش يفتكر انها نون ايثيكال ان انا بصدر له المخاطر، لا هو فاهم الكلام ده والامور واضحه في شروط العقد، عشان انا مش عارف وهو عارف ازاي يعمل الجوب دي، فبالتالي انا برمي الريسكس دي عليه. النقطة اللي بعد كده all products and project management requirements should be specifically stated in contract. في العقد مش هذكر بس السكوب اوف ورك اللي هو خاص بالبرودكت، لا كمان بالبروجكت. بالبروجكت يعني اي اعمال بروجكت مانجمنت انا محتاجها المفروض كمان ان انا افصلها في العقد، يعني لو المقاول ده المفروض ان هو يقدم لي دوكيمنتس معينه خاصه بالكواليتي بالسبميتال ميثود ستيتمنت، الدوكيمنتس دي كلها اقول عليها في العقد باعتبار
ان هو يبقى حاجه تعاقديه ومتفق عليها، والراجل يعني ما يجيش في نص المشروع يقول لي لا انا مش هقدمها، دي مش من ضمن العقد بتاعي. نفس الشيء الميتينجز، الميتينجز دي برضو من البروجكت مانجمنت، يعني كل الحاجات دي سواء الدوكيمنتس او الميتينجز دي مش في البرودكت، مش حته من المبنى اللي هو هيبنيه، لكن دي من ضمن البروجكت مانجمنت سكوب اللي انا المفروض اعمله عشان اوصل للبرودكت، عشان اوصل للمبنى او للبرنامج الكمبيوتر او للشيء اللي هو هيعمله اللي هو المخرج بتاع المشروع. طيب يبقى انا محتاج ان انا انص كمان لو في ميتنج هيحضرها باي ويكلي ولا ويكلي ولا ايا كان، المفروض يتنص عليها في العقد عشان ما يجيش في مره من المرات يقول لي لا انا مش هحضر الميتنج، هقول له خلاص هعمل ديسكاونت او يعني هخصم عليك مثلا جزء من القيمه بتاعه الانفويس بتاعك عشان انت ما حضرتش الميتنجز المعينه او ما قدمتش التايم سكادجول اللي متفق عليه. طيب هنا بيديني البروجكت مانجمنت او البروجكت مانجر رولز، ادوار مدير المشروع. ضروري ان هو طبعا مدير المشروع من قبل المالك، ضروري ان هو يجاوب على اسئله المتناقصين او اسئله العطاء، انسر بيت كويستشنز. لما الناس المتناقصين او المتنافسين بيدخلوا على العطاء ده بيلاقوا ممكن في ديسكريبانسي او تعارض ما بين بعض الدوكيمنتس او حاجه مش مفهومه فيها غموض مثلا، فبيبدا ياخد الغموض ده ويستفسر عنه ويقول يا اخوانا عشان اسعر الاوفر ده او المشروع ده لابد ان انا افهم الحاجه دي، معلش فهموني هو ده عباره عن ايه. فبيبدا ان هو يسال اسئله. طبعا مدير المشروع المفروض انه يبقى قادر على انه يجاوب الاسئله دي باعتبار ان هو شارك في الموضوع او هو اللي اعد المستندات للناس مع التيم بتاعه، وبيكون متضمن في النيجوشيشن لو في مثلا مفاوضات على الاسعار او على التايم من قبل احد المقاولين بيبقى داخل في الموضوع، لانه اكتر واحد يعني ايه فاهم بشكل كبير في النقطه دي من خلال ممارسته اللي قبل البيدنج. النقطة اللي بعد كده ان هو بيضمن ان كل البرودكت سكوب والبروجكت مانجمنت ريكوايرمنتس موجودة زي ما قلناها فوق، والريسك ميتيجيشن برضو النقطة اللي كنا اتكلمنا عنها من شوية، المخاطر ان هو حطها في العقد وصاغها من ضمن البنود بتاع العقد، وبيساعد مدير المشتريات او مدير العقود في ان هو يفصل العقد. مدير المشروع مش هيبقى فاهم بشكل 100% ليجالي او بشكل قانوني او بشكل تعاقدي، يعني هو ممكن انه يفهم المصطلحات او مطلوب منه انه يبقى فاهم الكلام ده، لكن مش هيعرف يفصل العقد، مش دوره انه يفصل العقد، هو مش خبير قانوني في انه يفصل العقد، لكن مطلوب منه انه يعرف يدي بقى المعلومات اللي هي خاصه بالسكوب وخاصه بالريسكس اللي هو شايفها، يدي المعلومات دي للراجل القانوني اللي هيفصل العقد، فهو بيساعده بالشكل ده. وطبعا مطالب انه يفهم الليجال تيرمز المصطلحات القانونيه، لكن مش هو اللي هيصيغها، مش هو اللي هيصيغ العقد. المفروض ان هو ما يسالش على حاجه بره العقد، يبقى قاري العقد كويس واللي اتعمل بينه وبين الجهه السيلر يعني الجهه المقاولات او الجهه المتعاقد معاها، ويبقى عارف ايه صلاحيات او ايه يعني المتطلبات المطلوبه من العقد ده، وما يسالش عن حاجه زياده الا لو الحاجه دي فعلا ضروريه، ساعتها ممكن الموضوع يدخل في تشينج او فاريشن او كده. النقطه اللي بعد كده ان هو بيشتغل مع المدير المشتريات عشان يدير عمليه التشينج مانجمنت، ان بيبقى في فاريشن جديده بتظهر مثلا، طيب عايزين ان احنا نوافق عليها ولا مش هنوافق، طيب لو وافقنا عليها واللجنه المسؤوله عن الموافقه اللي ليها صلاحيه الموافقه وافقت، طيب هنبدا ان احنا ندخل السكوب بتاع التشينج ده جوه السكوب بتاع المشروع بتاعنا، فبيدير الكلام ده كله مع البروكيورمنت مانجر. هنا يبدا يتكلم على انواع العقود. طبعا البي ام اي يعني واحد من الستاندرز وهو يمكن الميجر بتاعه في البروجكت مانجمنت، ففي ممكن نلاقي كتب يعني اعلى شويه واكثر تفصيلا في الجزء بتاع العقود، خاصه اللي شغالين يعني في الفيلد بتاع البروكيورمنت نفسه. فاحنا طبعا هندرس التركيبه اللي موجوده هنا زي ما هي عشان البي ام اي حطها بالشكل ده في الستاندرد بتاعه، فهندرسها بالشكل ده. قد يكون حد مثلا عنده ايه مصادر مختلفه او مصادر اقوى او اضعف او فيها اختلاف عن ده، فاحنا خلينا ملتزمين بالجزء بتاع البي ام اي نفسه. انواع العقود هو هنا البي ام اي او الستاندرد بتاعنا اللي هو البين بوك جايد حط ثلاث انواع من العقود: فيكسد برايس يعني سعر ثابت معروف، او ريمبيرزبل كوست ريمبيرزبل يعني اصرف وانا هدفع لك اللي انت صرفته هعوضك عنه هعمل لك ريمبيرز عنه،
بعد ما عوضك هديك ربحيتك منفصله بقى دي لوحدها. والنوع الثالث اللي هو التايم اند ماتيريال، ان احنا هنتفق على سعر مثلا التايم، سعر الساعه بكام للشخص ده للمعده دي، سواء ساعه او يوم او شهر او ايا كان، او هنتفق على الماتيريال ان انت بتورد لي الماتيريال دي المتر بكام، المتر المسطح بكام، وهنشتغل على الموضوع ده. فده بنسميه تايم اند ماتيريال كونتراكت. طيب كل نوع منهم له تفصيلات شويه. النوع الاولاني اللي هو الفيكسد برايس، مقصود بيه النوع المعتاد عندنا اللي هو بيبقى السعر فيه ثابت. قسمه ليه فيرم فيكسد برايس، وفيكسد برايس انسنتيف فيز، وفيكسد برايس ايكونوميك برايس ادجستمنت. النوع الاولاني اللي هو فيكسد فيرم فيكسد برايس، ده النوع المعتاد عندنا اللي هو بيبقى فيه بنود مسعره جوه البي او كيو، بيبقى بنسميه اليونت برايس او لامب سام، الاثنين يعتبروا فيكسد برايس باعتبار ان الاثنين سعرهم معروف. بس بغض النظر يمكن الفرق بس ما بين اليونت برايس ان هو متفصل تفصيل اكتر لكل بند من البنود، لكن اللامب سام على بعضه، لكن في النهايه الاثنين سعرهم معروف بالنسبه للمالك. فهو ده يعتبر الموست كومون يوزد كونتراكت تايب، هو اكتر الانواع شيوعا، والمالك بيبقى عنده اقل مخاطر لان هو خلاص صاغ الموضوع واتفق على سعر، والمقاول يعني هو ونصيبه بقى، لو الموضوع كلفه اكتر هو اللي هيتحمل الموضوع ده لان خلاص بقى في سعر متفق عليه ما بينهم، فبالتالي المخاطر بقت على المقاول. والمفروض طبعا ان يبقى السكوب معرف بشكل كويس، لان لو مش معرف بشكل كويس ساعتها هيلجأ المقاول لان يبقى فيه تشينج، لان ساعتها هيبقى السكوب مش مكتمل، يبقى لازم يبقى فيه تغيير. طب التغيير ده ما كناش متفقين على سعره، طب تعالى نتفق على سعره. زمان لما كنا بنعمل كونتراكت كان فيه بيدنج، يعني متنافسين بيحطوا اقل سعر. طيب النهارده واحنا بنعمل تشينج، لا، الموضوع بيخضع ليه ممكن نيجوشيشن شوية، او بيقطع ليه ان الشخص بيجيب عروض اسعار معينة المقاول، فبالتالي ما بيبقاش بنفس شكل البيدنج اللي كان موجود في الاول، فهيكسب المقاول منه مكسب افضل. عشان كده التشينجز المفروض في المشاريع يعني ما تعديش 10% باعتبار ان هي لو عدت يبقى انا كده بفتح باب للمقاول ان هو يتحرك بحريته ويكسب مكاسب طائلة او مكاسب شديدة، لانه بعد خلاص عن البيدنج يعرف يلعب براحته. وعشان كده المفروض ان انا وانا بعمل الفيرم فيكسد برايس كاونر او ككلاينت، المفروض ان انا ابقى عامل ديفاين للسكوب بشكل كويس جدا. وهنا نقطة، لو المقاول يعني ادرك ان هو فعلا مش هيطلع له مكسب من العقد ده، وهو خلاص متفق على بروفيت معينة او متفق على مبلغ معين هيطلع له منه بروفيت معينة، فبالتالي خلاص هو شاف ان البروفيت دي مش هتتحقق، يعني انا مش هكسب المكسب اللي كنت اتمناه، طيب مش ههتم بقى بالمشروع، يعني احاول ان انا اقلل مستوى الكواليتي. طب لو الاستشاري اكتشف مستوى الكواليتي خلاص احط له ريسورسز ضعيفة، اشوف مين المهندسين اللي عندي اللي شاطرين اسحبهم من المشروع واحط بدلهم مهندسين تانيين مش شاطرين، باعتبار ان ايه احاول ان انا اقلل الخسائر بتاعتي. فدي ممكن تبقى نقطة عيب موجودة في العقد ده، ان المالك بقى ملتزم بسعر مثلا معين مع المقاول، والمقاول كان حطه هو مش عامل حساب المخاطر، جت مخاطر معينة شاف المقاول انه هيخسر، فخلاص بدأ يخسر في المالك من غير ما المالك يحس. احنا متفقين على سعر معين بس انا هقلل لك في الجودة. طيب ده كده الفيرم فيكسد برايس. الجزئية التانية في الفيكسد برايس او النوع الفرعي التاني فيكسد برايس انسنتيف في، بيعتمد النوع ده على ان يبقى فيه تحفيز انسنتيف. على سبيل المثال ان انا اقول للمقاول لو انت خلصت بدري مثلا كل شهر هتخلصه بدري هديك حافز معين، هديك مكافاه معينه. النوع الثالث عندي هو فيكسد برايس ايكونوميك برايس ادجستمنت. ايكونوميك برايس ادجستمنت يقصد بيه ان انا ممكن اعمل تعديلات على سعر العقد نفسه بسبب التغيرات الاقتصادية في السوق، زيادة اسعار حديد، زيادة اسعار نحاس، زيادة اسعار ماتيريال معينة الومنيوم، اي مادة خام مثلا كان الراجل المقاول معتمد عليها غلت الاسعار بتاعت معظم البرودكتس مثلا، او زيادة اسعار نفط مثلا، او البنزين اللي معتمد عليه الترانسفير او نقل البضائع من مكان لمكان، فبالتالي ممكن ساعتها ان يبقى فيه ايكونوميك برايس ادجستمنت. وان كانت يعني ان هي بقت موجوده في معظم القوانين الخاصه بالمنافسات او قوانين الانشاءات، ان لو في سعر مثلا حاجه اتغيرت في ايكويشن معينه او فورمولا بتتبع للتعديل.
النوع الثاني هو الكوست ريمبيرزبل كونتراكت، ده معناه ان انا هعمل تعويض للمقاول عن كل المصاريف اللي هو صرفها، يعني اصرف وبعد كده هنديك مثلا فلوس او نسبه. لا شك طبعا ان النسبه دي حاجه مش كويسه، لان هو لو يعني بياخد نسبه من التكاليف اللي هو بيصرفها او المصروفات هيبقى حريص على انه يصرف زياده وهيخسرني، فالافضل ان هو يبقى فيكسد في قيمه معينه. هنا بيقول لي طبعا ان السيلر از ريمبيرزبل فور اول بيرفورمد ورك بلس ا فيكسد في بيمنت، بيستخدم لما يبقى فيه السكوب نفسه مش واضح او مش متاكد منه، فمثلا بنعمل حاجه ما اتعملتش قبل كده فمش متوقعين او مش قادرين نعرف التكلفه بتاعتها تبقى كام بالظبط، يعني قادرين نعرف راف استيميت بس لكن مش قادرين نعمل سكوب ديتيلد قوي، او الديزاين لسه مش مكتمل فمش قادرين نعرف الصوره عامله ازاي. وطبعا لا شك هنا طالما بقى فيه انسرتينتي فبقى الباير هو او الكلاينت نفسه هو اللي عليه الريسك، لان الراجل المقاول اللي هيصرفه هياخده وبعد كده ياخد فوقيه فلوس، لكن الريسك على المالك مش عارف في النهايه المشروع هيبقى بكام. ولا شك ان هو بيتطلب ان المالك يعمل اوديتنج لكل الفواتير بقى اللي صرفها المقاول، وعشان كده لازم يجيب ستاف كويس فاهم ان هو ما يضحكش عليه مثلا في شكل الفواتير، ويبقى متابعها بشكل رسمي وعارف ايه الفواتير اللي اتصرفت واتصرفت فعلا بشكل مظبوط ولا لا، واسعارها دي منطقيه ولا غير منطقيه. هنا المفروض ان قيمة العقد في الريمبيرزبل المفروض ان هي تكون اقل من التاني، لان في الفيكسد برايس بيبقى المقاول معتقد ان ممكن يبقى في مخاطر فبيزود له 2 او 3% كده برسنتج مخاطر، او بيدرس المخاطر وبيحط قيمة ريزيرف ليها، فبالتالي بيبقى في قيمة في العقد زيادة للمخاطر لو حصلت او لو ما حصلتش. فالمفروض ان القيمة دي تتشال ما تبقاش موجودة بقى في الريمبيرزبل، لان انا بقول لك يا مقاول اشتغل وانا هدفع لك كل الفلوس اللي انت اشتغلتها، فما فيش داعي تحط لي حاجة للمخاطر، فبالتالي المفروض قيمة العقد تكون اقل. النوع الفرع الثاني كوست بلس انسنتيف، فيه بيبقى فيه تعويض او تحفيز للمقاول ان انت مثلا لو خلصت بدري لو عملت وفر معين هنتشارك في الوفر ده واديك بونص منه، فالبونص ده ممكن ان هو يبقى بالعكس برضو، ممكن يبقى شيرينج في الاوفر ران لو حصل ان المشروع مثلا اتاخر او المشروع اتكلف اكتر من اللازم فهنعمل شيرينج في الاوفر ران ده. النوع الثالث اللي هو الكوست بلس اوورد فيه، ده يعتبر نوع جزئي من النوع اللي فات، بس الفرق ان هو بيبقى اوورد بس مش بنالتي، ما فيهوش مثلا بنالتي، هو بس بونص بس، وبنتفق على سيلينج او يعني ماكسيمم اوورد هي دي اللي ممكن ياخدها المقاول مش هياخد اكتر منها. النوع الثالث عندي من العقود اللي هو تايم اند ماتيريال كونتراكتس، النوع ده بالظبط مشابه لعقود الاستشارات الشائعه اليومين دول اللي هي بتبقى عباره عن ريسورسز ومهندسين، مثلا يجي المالك يقول انا محتاج مهندسين بالبوزيشنز المعينه ومعاهم اداريين او سكرتري او دوكيمنت كنترولز، وبيتسعر ساعتها كل مثلا ريسورس منهم السعر بتاعه قد ايه للشهر او لليوم او للساعه ايا كان، وبيبدا المالك ان هو يقول له هات لي بقى الريسورسز دي في الايام المعينه، ويتفقوا على سكادجول معين ويدي له الانفويسز بتاعته عن طريق الاتفاق ده. طبعا من مزاياها ان هي سهله وسريعه ان انا اعمل لها كرييتنج، اللي بسبب ان العقد صغير والعقد في الغالب بتبقى تمبلتس شبه محفوظه، ما فيهاش بقى دروينجز وما فيهاش سبيسيفيكيشن وما فيهاش كلام كبير، الموضوع كله بيبقى حاجات بس بسيطه وحاجات محدده والسكوب واضح، وفي نفس الوقت البيو كيو بتاعتها مش بقى مجلد فيه 3000 لاين ايتم، لا ده الموضوع ابسط من كده، هم بس 20 او 30 ايتم مثلا ولا حاجه. هنا طبعا المقاول ما عندوش اي حافز خالص انه يعمل كنترول كوست، ان هو يعمل يعني مراقبه او ضبط للتكاليف، بسبب ان هو عايز يكسب، هو عايز ان هو يورد ريسورسز زياده ومش فارق معاه بقى الريسورسز دي اشتغلت ولا ما اشتغلتش، فعشان كده محتاج ان هو يبقى فيه مراقبه من قبل المالك للريسورسز ديت. ده بسبب طبعا ان هو بيبقى عنده بروفيت في كل ساعة او في كل يوم او في كل شهر بيقبضه، بيبقى عنده بروفيت زيادة، فبيبقى محتاج باستمرار ان هو الناس تبقى موجودة بشكل دائم. بيتطلب طبعا متابعة لا شك من المالك، المالك لازم يدقق فعلا لو هو ريسورسز، هل الناس جت فعلا كل الايام بتاعت الاسبوع ولا لا، هل اشتغلت بشكل فيه كفاءة عالية ولا لا، فمحتاج تدقيق بشكل لحظي من المقاول.
هنا كاتب appropriate for small projects، مناسب للمشاريع الصغيرة، هو ما يقصدش المشروع ككل، هو يقصد نوع بس ايه التعاقد بين المالك والاستشاري على ان هو يجيب مجموعة من الريسورسز او مجموعة من الـ ممكن الاكويبمنتس او ايا كان الحاجة اللي هتتجاب، فبالتالي العقد نفسه السكوب بتاعه محدود، لكن ممكن العقد ده يبقى جزء من مشروع كبير، يعني الاشراف على التنفيذ جزء صغير من مشروع كبير اللي هو انشاء مثلا حاجة معينة او development لحاجة معينة. بعد كده هنتكلم على شوية definitions و terms، الهدف منها يعني الواحد يبقى familiar مع الاسئلة لما يجي فيها المصطلحات دي. من ضمنها non-disclosure agreement، بلجأ للنوع من البنود او الكلوزز دي في العقد لما بيبقى فيه مثلا مستندات معينة او معلومات معينة confidential، فبقول للمقاول او للطرف التاني ان انت ما ينفعش تفصح عن الاوراق دي لان هي سرية. يعني التيمينج اجريمنت بلجأ ليها لو كان في جوينت فينشر او شراكه ما بين البارتيز وبعضها، يعني مثلا ممكن ببقى بتعامل مع مش مقاول واحد، لا اكتر من مقاول ما بينهم شراكه معينه لان هم يادوا الشغل ده. السبيشال بروفيجنز اللي هي الشروط الخاصه، لا شك ان بقى يعني الكونستراكشن الناس بتوع الكونستراكشن فاميليار قوي معاهم الموضوع ده، ان بيبقى فيه شروط عامه وشروط خاصه. الشروط العامه بيبقى نموذج شبه ثابت يعني، وبيبقى غالبا يعني ما بيتغيرش، بيبقى هو بينزل زي ما هو للمشاريع دي، ولو انا عايز اعمل تقييد لحاجه منه ان انا ازود بقى على البند، انقص منه، اعدل فيه، فبزود حاجه تانية اسمها السبيشال بروفيجنز او الشروط الخاصه. الايجنت اللي هو وكيل يقصد بيه الممثل بتاع احد البارتيز، احد اطراف التعاقد نفسه يعني. الاساينمنت اللي هو التخصيص يقصد بيه ان هل احد البارتيز يقدر ان هو يخصص جزء من اعماله للطرف ثالث ولا لا، يعني يقدر مثلا مقاول من المقاولين يبيع جزء من الاعمال بتاعته، مش سب كونتراكت لا، يبيعها بيع جزء من الاعمال بتاعته لطرف ثالث ولا لا. الديسبيوت ريزوليوشن اللي هو حل النزاعات، ازاي ان احنا هنحل النزاعات، هل هنلجأ للكورس ولا اربيتريشن للتحكيم، الكورس اللي هي المحاكم يعني، الاربيتريشن اللي هو التحكيم اللي هو مش قضاء يعني. الاندمنيفيكيشن يقصد بيه التعويض لما بيبقى يحصل مثلا دامج او اكسيدنتس او حاجه، مين اللي هتبقى مسؤوليته عن الحادث ده، ومين اللي عليه مسؤوليه قانونيه ان هو يعمل تعويض عن الكلام ده، هل المسؤوليه عند المالك ولا عند المقاول. بعد كده البريتش اللي هو الخرق او النقض للعقد، لما مثلا التزام من التزامات بتاعه العقد بتاعه شروط العقد ما يلتزمش بيها احد الاطراف، فبالتالي يبقى ده اسمه بريتش او خرق العقد. كلمه ماتيريال بريتش معناها نقض او خرق شديد او جامد، بمعنى ان هو يستحيل ان احنا نكمل العقد بالشكل ده. الانتلكشوال بروبرتي اللي هي الملكيه الفكريه زي الباتنتس، حقوق براءات الاختراع، التريد ماركس العلامه المسجله، الكوبي رايتس حقوق النسخ وهكذا. تايم از اوف ذا اسنس مقصود بيها ان الوقت هو الاساس، لما بتكتب في العقد معناها ان لابد من احترام الوقت لان هو ده الاساس بالنسبه لنا. الويفر اللي هو التنازل عن حق مال احد الاطراف. البريفيتي يقصد بيها ان العقد ده ملزم للطرفين المتعاقدين فقط مش لحد تاني. والنون كومبتيتيف بروكيورمنت يقصد بيه ان البروكيورمنت ده صعب ان انا اطرحه لاكثر من متنافس، لان هو يعتبر نون كومبتيتيف يعني ما ينفعش يتنافس عليه ناس كتير، بسبب مثلا الاكستريم سكيدجول صعب جدا وضيق قوي، يونيك كواليفيكيشن محتاجين مؤهل في المقاول ده يعني يكون مؤهل بشكل ما والتاهيل ده نادر، او السولدر هولز باتنس، هل البائع او الشخص نفسه اللي معاه الموضوع ده هل يعني هو اللي بيحمل براءة الاختراع، فما فيش حد تاني كمقاول او كمورد هيعرف يعمل الشغل غيره. ومن انواع النون كومبتيتيف بروكيورمنت السنجل سورس والسول سورس. سنجل سورس يقصد بيه ان ممكن يكون في اكتر من مورد للماده دي، بس بالنسبه لي البريفيرد بالنسبه لي هو واحد، الباقيين دول يعني شايفهم مش اقوياء قوي او مش هيسمعوا كلامي بالشكل اللي انا عايزه ومش هيدوني الكواليتي اللي انا عايزها، فبالتالي بيبقى ده سنجل سورس بالنسبه لي، بروح اتعاقد معاه تعاقد مباشر. اما السول سورس مصدر وحيد مفيش غيره اساسا في الجلوب في العالم نفسه، فبالتالي انا مضطر ان انا اروح يعني اتعامل معاه لان هو الراجل هو عنده الباتنت او عنده براءة الاختراع للشيء ده ومحدش تاني غيره بينتج الشيء ده. دي يعني شوية تيرمز ويعني ديفينيشنز محتاجين ان احنا نبقى عارفين بس المعاني بتاعها عشان لو جات في احد الاسئلة.
بس. وبكده يبقى خلصنا الجزء بتاعنا النهاردة، ميعادنا يوم الاثنين إن شاء الله.